بعين إن كان شيء ما أخطيه من صوب ناس مهالي. يعتبر فن المجالس من فنون الأداء الجماعية في منطقة الباحة. يؤدى هذا الفن في المجالس حوار بالشعر بين الشعراء في المجلس. شيخ خالد على أمك ما تردت، من خلاله يقوم الشاعر بإلقاء قصيدته ويردد الحضور آخر بيت منها إلى أن يتم الرد من نفس الشاعر أو شاعر آخر. تمكن سمها بيننا بين أبعدتها عنك وأنت مقرب سمها لي. ومن أغراض قصائد المجالس السلام والثناء والفخر والنصح والوصف. صح لسانك، صح لسانك.